بمواصفات اعلى من لابتوبات وكمبيوترات مكتبيه وايد، لا وبعد انت قاعد تشيل في مخباك. تكلمنا قبل عن تاريخ صناعه الكمبيوترات وشلون بدت بكمبيوترات ضخمه نسميها المين فريمز وامكانياتها ضعيفه ليه ما وصلنا حق امكانيات ضخمه وقويه جدا واحجام صغيره. اي نعم اتكلم عن التليفون اللي في يدك وقاعد تطالع الحلقه منه. وشركات وايد معروفه ومو معروفه في سباق على اكثر واحد واحسن واحد يقدر يقدم افضل تليفون ذكي بافضل المواصفات. لكن قبل مره انت سالت نفسك اقدر انا اصنع تليفوني الخاص؟ والله شوف انت عندك خيارين يا طويل العمر. اول واحد انك تروح الصين ومدينة شنزن بالتحديد وتطب وتتخير بمواصفات الجهاز اللي تبغيه، وبعدين تشتغل مع خبراء الكترونيكس هناك علشان يعلمونك ويروونك شلون تركب هاي القطع مع بعضها بالطريقة السليمة. اما الخيار الثاني انك تنسى دي الفكرة تماما وتشيلها من بالك وخلك على سامسونج وابل وغيرهم، لان عملية تصنيع التليفون ترى شيء مو سهل وتحتاج عقل وجهد ووايد اشياء. فخلني اقول لك شو يسوون دي الشركات. اول شيء الشركه المصنعه تحتاج ان هي تسوي بروتوتايب حق جهاز، فيقومون يسوون عصف ذهني او برين ستورمينج على اساس انهم يتخيلون تصميم الجهاز اهدافه، وهاي طبعا التصميم بيمر بمراحل تقييم وايد، يطلع من فريق تصميم لفريق هندسه الالكترونيات، وبعدين يركبون عليه الهاردوير المطلوب مثل المعالج والشاشه والبتري والكاميرا وغيرهم من ذي السوالف. وبعدين إذا الأمور تمام يطرشونه حق المسؤولين أو المانجمنت عشان يحصلون منه الموافقة ويتأكدون أن ترى صدق الجهاز تجارياً راح يكون مناسب. عقب يدش الجهاز في مرحلة تركيب وتثبيت السوفتوير، فيقوم الفريق المختص بتثبيت نظام التشغيل اللي لازم يكون متوافق مع الهاردوير عشان يكون أداء الجهاز جداً 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 ممتاز. من شذي نظام الأندرويد مفتوح المصدر، لأن معظم الشركات عارفة شلون تتغيره وشلون تعجنه حق أجهزتها الخاصة. المرحلة الثالثة تكون مهمة حق اختبار النموذج بدقة جدا كبيرة، وايد مهم أن تراعي المعايير الدولية حق الجامعة، فيسوون الاختبارات مثل اختبار السقوط واختبار مقاومة الماء وغيرها، لأن ترى خلينا نقول حقانين يعني تلفوني يا على الأرض يا بشوفه مثلا في البرجة. عقب ما ينجح النموذج في الاختبارات ينتقل الجهاز من مرحلة النموذج الأولي حق مرحلة الإنتاج الضخم أو البرودكشن، وعقب الإنتاج يتغلف الجهاز ويا اكسسواراته في باكج مرتب وحلو ويشحنونه لك على أساس ينسونك. طبعاً كذا الخطوات والعمليات ترى ما هي سهلة وتحتاج مهندسين ومصممين ومبرمجين وأوائل صدق محترفة بشغلها، لأن هاي التخصصات جداً صعبة. وفي النهاية تقدر تبطل تلفونك وتتابع حلقات أمين التاجر. عرفتوا شلون؟